السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. ورجعت لكم مقطع جديد جريتش فورتنايت تنزل تحت الأرض. طبعا قبل بداية المقطع بذكر إنه في بالوصف رابط جيف أواي، أتمنى تدخل عليه وتشترك بالجيف أواي. طبعا شباب بالنسبة للجريتش مش مثل ما معظمكم يقول إنه أنا نزل تخريب للعبة، لا مو تخريب للعبة، أنا منزله الهدف إنه تستفيدوا منه. كيف تستفيدوا منه؟ إنه مثلا المنطقة هذيك اللي فيها جريتش تكون عارف إنه في جريتش، وان تكون داير بالك على نفسك. كيف يعني؟ يعني ما تروح هناك واحد يذبحك من تحت الارض وانت مش داري عنه، يعني تكون عارف انه في جريتش وتكون عارف كل شيء. تمام. ثاني هدف ممكن تدخل الجريتش تعالج نفسك، مثلا تفوت تاخذ ميدكيت او باندج. تمام. وثالث شيء ممكن تدخل الجريتش مثلا تراقب الناس وين يمرقوا، تيم يلحق وراك او تراقب تيم مثلا مرقوا من عندك، يعني ممكن تستفيد منه باكثر من طريقه. بس اهم شيء لا تذبح احد وانت داخل الجريتش، لانه اذا ذبحت احد وانت داخل الجريتش راح تيجي الكاميرا عليك ويصير يتابع فيك، فإذا شافك داخل الجريتش راح يعمل لك ريبورت إبلاغ للشركة وممكن توكل باند. تمام. فخليك حريص، خليك حريص جدا، ولا تفوت جوا الجريتش إلا إذا كنت بدك تتخبى أو بدك تراقب ناس. أوكي رقبت واحد ومرق من فوق من عندك، مرق من عندك وراح، أوكي اطلع من الجريتش واذبح وأنت برا الجريتش. تمام، عشان ما أشوف فيك. طبعا هذا مكان الجريتش شباب، محل معلمة الزرقاء. تمام، زي ما قلت شباب، شفت أحد مرق من عندك اطلع برا الجريتش واذبح وأنت برا، عشان هو بس يجي الكاميرا يشوفك ما يكون عارف انك داخل جريتش. هيك امورك تمام عشان تتجنب البان. تمام، وهيك انت ما بتكون يعني هذا ما بيكون تخرب اللعبه، بالعكس هيك ممكن تستفيد منه بطريقه ايجابيه انك تحمي نفسك، مثلا تاخذ باندج. تمام، فشباب بتمنى انه ما حد يذبح حد وانت داخل جريتش، عشان ما ايمانك ما يروح مثلا ويصور عليك صوره ويبعثها للشركه. طبعا شباب الجريتش اول ما توصل عنده على المكان هذا راح يكون معجوق يعني اكثر من بيت. انا من اول ما جيت هون على المنطقه قعدت ادور على البيت، انعجبت بصراحه ما عرفت وين من اولها. زي ما تشوف نزلت بدري، كنت شاك فيه انه هذا البيت طلع له قدام لسه، هو بيت صغير زي اللي وراي كان الصغير. زي ما تشوف انا منازل قبل الزرقاء بكثير كثير كثير. اصبروا على الزرقاء لانه طلع خريطه كيف شكل المربعات، نفس المربعات، فانا اتخربطت يعني تهيأ لي انه هون مكانه، لانه البيت من فوق نفس الشكل. يعني احسن اشي شباب مثلا تخيل الزون يكون فوق الجريتش بالضبط وانت متخبي جواته وضاير اثنين ضدك او واحد، بصير تطلع من الجريتش وتذبح وبعدين ترد تفوت، تطلع منه تذبح وتفوت. اهم شي لا تذبح شباب وانت جوات الجريتش زي ما قلت لكم عشان الباند والقصة. زي ما تشوف انا مريت عن الجريتش شي وراي صار، فانا لسه بدور كنت هاي. زي ما تشوفوا هاي مبين على الارض هيك في فتحة، هذا مكان الجريتش. فهيك الجريتش معك يعني تفوت تطلع براحتك، ما في خشب ولا تبني زي القديم، لا بسرعة بتفوت زي ما تشوف، بس اقعد وفوت هيك انت صرت تحت الارض يعني براحتك، بتقدر تراقب الناس مين بيمشي مين مور، تقدر تشوف كل شيء. فاستغل الجلتش لمصلحه ايجابيه، لا تكون لا تستغله لسلب انك تطخ الناس من جواته، لا انت بس راقب وخذ عالج نفسك فيه وانت به، يعني زي ما قلت لكم لا تطخ احد من جواته بقلب سلبي عليك وممكن تبند ميله. وبس شباب هذا اللي كان عندي اليوم، اتمنى تسوني من اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، ومع السلامه. Some more.